معنا تقدر هواية العض عندهم ما يحتاج. يا قلبي يا حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. صباح الخير قوة. يلا سبح 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 سبحت ونظيف حلو بعدين بوديك برا. يلا عيب 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 يلا عشان تلبس ثيابك. الله يذنيك تقول سماعات ما شاء الله عليك. الله يا حلو يلا قف. ما يبغى يسبح. سوق سوق كوبا شو تسوي في كرفاني كوبا؟ ها؟ شو تسوي في الكرفان؟ تعال يلا تعال مؤدب يلا تعال 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 يس فوق يلا اوب يلا خل كارسني نطلع رحلة؟ يلا تعال تعال شو تبى تعال بعطيك تعال بعطيك تعال بعطيك تعال شو تبى بحلاوة شو تبى يلا اختار لي تبى سيفن اب بيبسي. استانس في الكرفان كوبا بتنام يا هني يلا خلاص بعد اليوم انا وانت بننام هني روحنا اوكي. تعال يلا تعال تعال فوق فوق اوب اوبا يلا استانس انت ها ان شاء الله عليك. يلا تعال تعال يلا تعال يلا بنروح يلا يلا قدام يلا قدام اركب سيارة يلا يلا تعال انا ببطلك انا ببطلك اصبر 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 انا ببطلك يلس يلس اول يلا البيبي اشرب الحليب مالك انت تفوت يلا ما شاء الله طبعا كوبا ويا امه هذه امه ما شاء الله لما كانوا يسالوني وين امه
شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. تعودتني تراك. يلا تعال تعال يلا تعال نسبح معك. يلا تعال تعال نسبح في الحوض. يلا بيز حبيبتي. يلا خلاص 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 حبيبتي. يلا جرحتي يدي. تعالي تعالي حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. أخطر أنواع الضباع في العالم طبعا ضبع الأفريقي. تعالي حلوة تعالي تعالي حلوة حديت الوي هنا. ما شاء الله عليك. أشوف أشوف والله تقدر تقص إيدي نصين لو تبغي نصين. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن على أنياب الضبع. لكن وفي الحيوان ما شاء الله مستحيل تفكر أنها تضرني معنى تقدر. هواية العض عندهم ما يحتاج. يا قلبي يا حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله.